الجيم. اليوم احنا نلعب فول بودي ورك اوت، راح يكون عندنا اربع تمارين والخامس راح يكون عندنا اول ان وان. يعني اول تمرين عندنا راح يكون الهاي نيز، ثاني تمرين عندنا راح يكون سكوات جمب اند تاتش، ثالث تمرين راح يكون عندنا البوش اب جاكس، الرابع عندنا كلاين كور سايد سبيت، الخامس اللي حكينا عنه اول ان وان، يعني كلهم بيسوونهم ورا بعض. حنعيدهم 3 راوندز. اول واحد عندنا الهاي نيز، كيف راح يكون؟ رايت ليفت، بطن اب اب. هذا اذا ما بتقدر تنطي او عندك مشاكل في الركبه بتقدري تعملي بهاي الطريقه. اذا ما عندك اي شيء ستارت جامبينج، رايت ليفت، بطنك نفس، هاي نيز از فاست از يو كان. اوكي هذا اول تمرين عندنا. ثاني تمرين عندنا حكينا عنه سكوات هيل تاتش، بنزل انت قبل ركبي، بنزل تحت، جامب تاتش، برجع جامب تاتش، برجع. اوكي ثالث تمرين عندنا حنسوي فان جاكس، راح اكون 1 4 1. اوكي رابع تمرين عندنا حيكون عندنا سايد بليز، حيكون هون هذا رايت، برجع نص، برجع لك، برجع رايت، برجع من نص، برجع لك. اوكي بعدين اللي حكينا عنه اخر اشي انه كلهم اول ان وان، بعمل 20 سريع، بعدين 20، بعدين 20، بعدين 20. تمام هذا التمرين اللي حيكون اليوم. اهم اشي اسوي التكنيك اللي بلعبه، نفس، ثانك يو.